اللي يريد يتزوج خلي يقعد مع المختارها يقولها أنا أولوياتي بالحياة 1 2 3 يعجبنك يولا من البداية. هي هم بالمقابل خترتب أولوياتها تقول لأني هم أولوياتي بالحياة 1 2 3 4 5 خليني أحترم أولوياتك أنت هم تحترم أولوياتي من البداية خل نتفق. بل أنا أفضل يكتبوهن بورقة ويقعون عليهن من البداية حتى هذا الطلاق، لأن من أهم أسباب الطلاق هو عدم التعارف. يعني أول شيء الزوج وزوجته يقدمون عليه هو معرفة بعضهم للآخر، كل واحد خلي يتعرف على الآخر من البداية، يقعد يسولف وياه 2 3 ساعات. أنت وراكم عمر، لو تقعدون 6 ساعات تسولفون تسوى، عمر وراكم. من البداية رتب لبالك وقول لها لشريكتك هي هم شكو ببالك تقول لك بي. طبعا لعلم الإخوة الأولويات تختلف من شخص لآخر. أكو واحد عنده أهم شيء بحياته أن يختار شريكة حياته، مثلا طبخها جيد ما بيها مستحى، من البداية قولها أنت تجيدين هاي الصنعة، لو أنا هاي المسألة عندي مهمة ما بيش. هي هم شو تقول لك؟ تقول لك أنا من البداية مخلي أقول لك أنا أهم شيء عندي الاحترام. هذا حكي بيشي، أنا أهم شيء عندي أن تحترمني لا تسيئلي. مثلا رتبوا أولوياتكم من البداية. أكو بعض الشباب أهم شيء عنده النظافة مثلا بالبيت، يابا أنا النظافة مأرقتني، فإذا ما شفت نظافة حياتنا راح تخرب. من البداية أقول لك، هي هم تقول لي أنا من البداية مخلي أقول لك مال تطلع ويا أصدقائك ب 12 بالليل ترجع لي بالوحدة أنا هذا ما يعجبني. خو أنا أنت تشتغل جزاك الله ألف خير وتتعب وتصارع الحياة وتجيب لنا لقمة حلال وحافظ ما يوجهنا وجزاك الله ألف خير، بس بعد الشغل خلينا وقت، لا تضيع وقتك هم شغل وبعدين تروح لأصدقائك تجيني الساعة بالوحدة بالليل لا شايفني لا شايف أولادك تعبان، هذا هم مو صحيح. أنا مرد أقعد وياك أرد أشوفك أرد أسولف أريد، فأنت أصدقائك خليلهم حصة بس بمقدار معقول وخليلي فد حصة مهمة نقعد أنا وياك بيها. خو بالنتيجة يا إخوان يا شبابنا، أنا أعتقد من أهم أسباب الطلاق اليوم هو عدم تعارف الزوجين فيما بينهما، واحد، وعدم معرفة سلم الأولويات عند الرجل وعند المرأة. وسبب ذلك أنه يجي يعقد يتزوج ما يخلي له في الجلسة تعارف بينه وبينه، بابا أعرف هو شنو يريد، هي هم خد تعرف أنت شنو تريد، حتى من البداية تتفقون على ذلك المشاكل راح تقل. ما أقول تنعدم، كل بيت بزوج وامرأة لابد تصير بي شنو مشكلة في يوم من الأيام، بل مشاكل، طبيعي طبيعي، هذا طبيعي، كل الناس هم تمر بهاي هذا الشيء، هذا مو شيء غريب. بس تعارف الزوج على الزوجة والزوجة على زوجها وشنو يردون من البداية ويتفقون عليه، هذا هو يقلل ويخفف من المشاكل. يعني حتى المشاكل إذا اجت بعدين راح تكون مو ثقيلة، خفيفة.